بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 56. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يبين الشيخ رحمه الله معنى معية الله لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق مخلوقاته واستواءه على عرشه، فيقول: المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. كذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن، إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره. ودلت الحالة على أن حكم هذه المعية هنا معية الإطلاع والنصر والتأييد. كذلك قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي، فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: لا تخف، أنا معك، أو أنا ها هنا، أو أنا حاضر، أو نحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها، فيختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. فأما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك في جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال صرفت عن ظاهرها. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركا في لفظ الربوبية والعبودية، فلما قال رب العالمين رب موسى رب فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. كذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم جميع الخلق، كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العابد فيخص ثم يختلفون. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء
ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازة، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن واحد، ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل واحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا مما لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله. بل عند الناس أن الله في السماء هو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ قد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال فسيروا في الأرض بمعنى على، ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازة. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه الحديث، فالحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي. بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشخص والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر لا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.